في انطلاقات هذا الصباح الجميل وهذا التحدي المثير، شوط الرابع وهو الشوط الخاص ايضا بالجعدان، ياتي وتاتي هذه الانطلاقه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام مباشره مع ايضا غازي لحمود بن سالم بن يحيى المحرمي، بينما شاهين في المركز الثاني لمحمد بن علي بشدي المنصوري على ثاني المراكز، المركز الثالث الريف الغميري بن راشد المزروعي يتقدم مع الريف على ثالث المراكز، المركز الرابع هناك ايضا من يتقدم في الدرب لياتي عيسى بن فارس الخاطري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ولكن هنا الصداره والمركز الاول والاداء المتميز والجميل، ارى هناك ايضا شاهين محمد بن علي بالشدي المنصوري بدا يغير على الصداره الاولى على المقدمه الاولى، ولكن الصداره وين؟ الصداره وين؟ يبحث عن الهاتريك حموده بن سالم بن يحيى المحرمي، غير الصداره ولكن الغميري يقدم الريف الغميري بن راشد المزروعي، وصل مع الريف وصل مع الريف وصل مع الريف، بدا يخترق حاجز الصوت هنا في تغيير مع المقدمه، ولكن الصمود من غازي لحمود بن سالم بن يحيى المحرمي، ولكن الغميري بن راشد المزروعي مع الريف 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 اللي غير الصداره وخذ المركز الاول ومقدمة هذا الشوط. إذا الريف يغادر بسلامات هذا الشوط ويتجه هناك إلى عزبة الغميري بن راشد المزروعي، تهانينا لو الناموس، السلام يا الغميري، سلام على فوز الريف. المركز الثاني وصل غازي حمودة بن سالم بن يحيى المحرمي، المركز الثالث كان شاهين محمد بن علي بالشد المنصوري، دقيقة 46 34 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس.